هتكلم معاك النهاردة عن قصة نجاح هتفضل تتذكر سنين قدام، والقصة دي مش النهاردة ولا حصلت امبارح، ده حصلت من سنين ضوئية. ركز معايا في كل كلمة هقولها، لان النهاردة الحلقة دي لو انت بتمر بيأس واحباط لازم تفهم ان الحلقة دي لا لليأس لا للاحباط، وهتقوم تشتغل فورا، لان المرة دي انا مش جايب لك قصة عادية او حاجة نجحت بالصدفة، لا ده انا جايب لك قصة من الاخر تعب فيها جدا صاحب القصة. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. محمدا رسول الله، احنا هنا بنتكلم عن أمة سيدنا محمد بمعنى أدق السنة، فإحنا سنتنا سيدنا محمد، يعني أي حاجة مر بيها سيدنا محمد إحنا بنحاول على قد ما نقدر إن إحنا نتعلم منها بشكل مستمر. أنا النهاردة جاي أقول لحضرتك إن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليه قعد تقريبا 3 سنين يدعو الناس إلى الإيمان بالإسلام، وآمن به 200 شخص فقط، 200 شخص فقط في 3 سنين، لدرجة إن الناس كانوا مفكرين، وبعض المسلمين منهم أنا قبل ما أفهم الكلام اللي بقوله لك دلوقتي، إن هي الدعوة كانت سرية، بس هي ما كانتش سرية. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيختار هو عايز مين جنبه، وخاصة في البداية. هوضح لك كل حاجة بالتفصيل ما تقلقش، بس أنا عايزك تفهم إن الرسول برضو لما جه هاجر وما لقاش من مكة اللي هو مولود فيها وموجود فيها أي نجاح اي تطور اي حاجة مفيدة لأمة سيدنا محمد، قرر ان هو يخوض محاولة برا مكة، وراح اكتر من 26 محاولة علشان يروح اي قبيلة من القبائل تستضيف سيدنا محمد وتأمنه وتديله الامان علشان يعرف يدي الدعوة من غير شوشرة، لان الرسول صلى الله عليه وسلم مر بمرحلة اغتيال ومرحلة قتل وشاف اللي انت ما شفتوش. والقصة هنا والعبرة في المضمون ان حضرتك وانت بتبدأ قناتك على اليوتيوب حاول على قد ما تقدر تربط الاتنين ببعض. ايه ده، هو انا اربط قناتي على اليوتيوب بقصة لسيدنا محمد؟ ايه المشكلة؟ مش دي نفس طريقة النجاح؟ مش ده الايمان بالنفس؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم لما كانش آمن بنفسه وكمل، على الرغم ان الرسول صلى الله عليه وسلم مر بمراحل كتير جدا فاشلة وهو مدعوم من ربنا، يعني مدعوم من ربنا، ولكن هي قصة بشرية حقيقة حصلت واقع حصل، بيقولك لا تيأس لا تشعر بالإحباط، جرب مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، جرب 26 مرة لحد ما نجحت. آخر يوم، آخر يوم الرسول صلى الله عليه وسلم، آخر يوم، اخر يوم في موسم الحج، انه يهاجر للمدينة ويبدأ يخطط للهجرة للمدينة. وحضرتك بتقعد في قناتك عايز تعمل كل حاجة تبادل، تشتري كل حاجة مشتركين، مفيش حد يؤمن بفكرتك، مفيش حد يعمل اي حاجة، انت عايز كل حاجة يلا بسرعة يلا خلينا ننجز، مفيش الكلام ده. انا عايز حضرتك وانت داخل تبني قناتك على اليوتيوب اعرف انك محتاج تعمل حواليك زي الحشة، تعمل جمهور، تعمل ناس مؤمنة بمحتواك ومؤمنة بطريقتك واسلوبك ومؤمنة بكل حاجة انت بتعملها، وعلى يقين كامل انك لو زعقت فبتزعق لمصلحته، ولو اتكلمت بعنطزة فهم عارفين انت اخرك ايه، ولو اتكلمت برخامة فهم عارفين انت بترخم عليهم عشان ايه. من الاخر واحد حبك بشكل مستمر، مش واحد مستني لك انك تكون غلط وخلاص. عايز اقول لحضرتك لولا اختلاف الازمن بين الزمن سيدنا محمد واللي احنا فيه دلوقتي، ولكن كان في دايما ناس حوالين سيدنا محمد غير مؤمنين بيه. ابو لهب ده ابن عم رسول صلى الله عليه وسلم، فاهم؟ او عم رسول صلى الله عليه وسلم ابو لهب. فعايز اقول لك يعني اقرب الناس كانوا ضد الرسول صلى الله عليه وسلم. انا عارف ان مفيش حد بيدعمك من اهلك، مفيش مشكله، مش شرط ان هم يدعموك من اهلك، مش شرط، مش شرط حد يقف جنبك، محدش هيقف جنبك غير نفسك، فانت لازم تشتغل وتعمل اللي عليك، لازم تعرف ان الرسول. انا بختار لك هنا قصه انجح واحد في تاريخ، في التاريخ، الرسول اللي قدر يعمل امه ما حسش بيأس، ما حسش باحباط. هل انت كان ممكن يكون عندك اقتناع ان الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان حس بيأس واحباط انت ما كنتش مؤمن بربنا؟ بس طبعا ربنا كان كاتب الرسول كل حاجه بالتفصيل، وكان كاتب انه يحصل ده كله علشان انت تفهم ان عادي جدا ان محاولتك
تتكرر مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وعشرة وعشرين وستة وعشرين لحد ما تنجح. فتحت قناة على يوتيوب فشلت، ايه المشكلة؟ ما كلنا بنفشل، ايه المشكلة؟ ما كلنا بنقع، كلنا بيحصل لنا نفس الاخطاء دي، ايه المشكلة؟ ايه اللي حصل عندك ما حصلش عند التانيين؟ انا المتوحد فكرة اعلن امامك ان انا اول قناة ليا على يوتيوب فشلت، وتاني قناة ليا على يوتيوب فشلت، وتالت قناة اتعلمت من اخطائي. فهي الاخطاء اللي انت بتمر بيها انت بتتعلم منها، نتيجة ان انا بتعلم منها باخد خبرة. لكن انت للأسف الشديد بيحصل لك اخطاء كتير جدا وبرضه ما زلت لم تكتسب خبرة، فانت لازم تتعلم من اخطائك. ودي النصيحة اللي انا بحاول اوضحها لك، اتعلم من اخطائك، ما تبقاش عشوائي يا فندم، ما تبقاش عشوائي على اليوتيوب. حاول يكون ليك محتوى مخصص ليك بطريقتك باسلوبك بكاريرك بكل حاجة، واطلع انطلق. وعايز اقول لك حاجة مهمة جدا، احنا لما بنيجي نمشي على سنة رسول صلى الله عليه وسلم وعلى الطريق اللي ربنا كاتبه لنا والنجاح اللي مرسوم ليك في حياتك، فاحنا بندعي ربنا ان احنا ننجح. فما فيش اي مشكلة ان حضرتك وانت بتصلي ادعي ربنا انك تنجح، ادعي ربنا ان يوفقك، ادعي ربنا ان يديك الكمال. بس خد بالك ده مش هيحصل الا لو اديت اليوتيوب وقته وركزت على اليوتيوب وركزت على الافكار وانتجت محتوى. ما فيش حد بينجح من الدعاء يا رب انجح يا رب انجح وانت ما بتعملش. إن ربنا ما بيديش انسان الا اذا سعى، الا اذا ايه؟ سعى. فانت لازم تسعى وتعمل اللي عليك علشان توصل لمرحلة النجاح. الفكرة ان قناتك بتبدأ من اول 100 مشترك، انت اصلا مش مهتم باي حاجة فيها، والجمهور اللي دخل عليك مش مهتم باي حاجة، فاليوتيوب مش بيفهم قناتك بتكلم عن ايه، مفيش تخصص. فهنا بتبدأ قناتك تبقى عشوائية، فانت بتندم نتيجة ان حضرتك ما لمتش ناس مؤمنة بيك ومؤمنة بمحتواك ومتابعاك وعندك سجل مشاهدة ومتابعة ناس منافسين. لا ينكر اي منشئ محتوى تعليمي ان المنافس يعتبر من اهم بل من افضل اهم نجاح قناتك على اليوتيوب. لان حضرتك لما بتروح تتفرج على محتوى منافس زي قنوات المنافسة اللي اتكلمنا عليها اول كده من يومين، انت رحت اتفرجت عليهم وانا ظهرت لك كمقترح، فده يساعد على نجاحي. فانا اعمل فيديوهات اكتر وبشكل مستمر علشان اكون موجود معاهم، منافس معاهم. فعايز حضرتك تفهم المنافس مش عدو، المنافس مش حاجة وحشة، وانك تنافس مش حاجة وحشة، وانك تعمل فيديوهات كتير مش حاجة وحشة. بس حاول على قد ما تقدر تعمل افكار وتشتغل وما تحسش بيأس او احباط. وانا بتحداك انك تقوم حالا تعمل فيديوهات، وانا متأكد من نجاحك لو عملت الخطة اللي انا بقولك عليها. لو حاسس بيأس وحاسس احباط وحاسس ان حضرتك مش قادر تكمل، لازم تفهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم مر بمرحلة اغتيال. انت قاعد في بيتك قدام الكمبيوتر بتاعك قدام موبايلك، مفيش حد بيستقصدك، مفيش حد ضدك، انت اللي ضد نفسك، انت اللي مش عايز تنجح. في خطوات للنجاح امشي عليها مشروحة في كل القنوات التعليمية، نفذ الحاجات دي هتوصل طالما عملت اللي عليك. لكن قناة بشكل عشوائي بدون اضاءة بدون ترتيب للكلام بدون سكريبت بدون تصوير بدون مونتاج بدون اي حاجة، انت كده مش قناة على اليوتيوب، انت قناة عشوائية. فهمتني يا صديقي؟ لا لليأس لا للاحباط، نعم للشغل. قوم حالا اشتغل اعمل اللي عليك. الفترة دي انا عارف ان كلنا عندنا انخفاض مشاهدة، ما فيش حد ما عندوش انخفاض مشاهدات، كلنا، وطبيعي جدا لان الاحداث كلها تجري على فلسطين اهلنا وناسنا ماشي، فدايما كلنا في الاخبار. ربنا ينصرهم. على فكرة انا مش يوسف نتنياهو، والله انا معاكم والله، بس انا ما بدخلش سياسة في شغل لان انا محتوايا المحتوى اللي بقدمه هو محتوى تعليمي. فعايز حضرتك تهتم بمحتواك ولا تخرج عن محتواك، لان ده سيساعد بشكل مستمر على اقتراح قناتك في المكان المناسب. ولو انت عاوز تفيد الاسلام وعايز تفيد الامة العربية وعايز تكون مؤثر بشخصيتك وكون قدوة لجيل طالع يحبك يؤمن بيك يقتنع بيك، وهنا انت ماشي في الطريق الصح. لان حضرتك القدوة دلوقتي اختلفت، بقت على التيك توك والرقص والمحتوى المحترم ما بقوش قدوة. فانت طول ما انت بتقدم محتوى ذو قيمة فانت قدوة. مش شرط انك تطلع تحارب، مش شرط انك تطلع تعمل حاجات اكتف، مش شرط انك تطلع تهلهل وتعيط. ناس عيطوا ومسحوا زي محمد انور، عيط 5 دقايق ومسح الفيديو بتاعه راح بيعمل في موسم الرياض عادي زي الفل. الحاجات دي كلها في ناس بتدور على الشو. انا مش عايزك تدور على الشو، انا عايزك من جوه قلبك هنا تكون مؤمن بكل خطوة انت بتعملها. وعشان الخطوة دي هي خطوة نجاحك لازم تذاكرها كويس جدا، ومع المذاكرة لازم تنفيذ يكون بأفضل طريقة ممكنة علشان في الآخر يساوي قصة نجاح.
اي نعم مفيش قصة نجاح ممكن تقارن نجاح سيدنا محمد، ولكن هي دي السنة، واحنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نستفيد منها افضل استفادة ممكنة. شكرا للجميع، تحياتي، وعايز اقول لكم انا اسف جدا لو كنت يعني طولت عليكم الحلقة دي، بس الحلقة دي مهمة، مهمة جدا. انا تقريبا سمعت اكتر من 30 حلقة لعمرو خالد على خط الحبيب بس علشان اطلع لك القصة دي. شكرا للجميع.